savais. Baisse, baisse, s'il te plaît. روق لا تسمعها قبل ما كيف بدك تبلش تغني معها وانت اول مره تسمعها؟ ما يسمعها ما عليك. ما تغني معها، ارجع عيدها واسمعها. كثير حلوه لامعه. فينا انا بسمعها نجرب مره على النص. انا شايفتها لامعه، صوتك وبصوته. رح نخلي وحده نجربه. انا جربتها على الصوت احلى. يعني ما بدنا نقول انه بكره لان بس تكونوا مرتاحين وعاملين وارم اب صوتكم مرتاح يمكن رح تفتحوا على الاخر على المسرح مشان هيك. يلا مروان تيني باور شوي، يعني هي بدي شوي كاركتر اكثر بصوتك، بدي بريزنس اكثر. ولانك انت مبلش كل مره اللي بعيد يعني اللي عم يعمل الاعاده تبع الجمله بيتصرف بالعرب. أوكي. يلي عم بيقوله اول مره بدها تكون شوي سامبل اكثر. طيب. ما حعرب انا ولا شيء. لا حبيبي فهمت، بس عم اقول لك ملاحظه مش تنجاوب دغري على كل وحده. هيدي خذوها انتم برنسيب وقتها بنكون مبلشين، بتكون نعطيها يعني بنحط عرب بس نعطيها جوا. يا عيوني حنيت الدار الاحباب. نسيني الفرق ما بينك وبيني، انك حبيب قلبي وانت نسيني الفرق ما بينك وبيني. أوكي. انك حبيبي انك حبيب عمري. ايوه طمطرم. الفرق ما بينك وبيني انك حبيبي عمري. انتبه هون على الفوت تتتب يلي نسيتني وخلتني بالعين. عزيزه سريعه لازم نولع امال هذا الشغل. اوكي جرب اكمل شوي. Swimming in your world is something spiritual. I'm born again every time you spend the night. Cause your love takes me to paradise. Yeah, your love takes me to paradise. And you show. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. كتير وقت كتير انا بغنيها اوطى. جيب الميكرو. لا انت تعال مع الميكرو. اوكي ما بقى اطب لعنده للميكرو. اذا بدك اقعد هون وجلس. ما حبقول لك انك حبيب عمري. وحده انك حبيب عمري. انك حبيب عمري اوكي عمري مش عمري. عمري انك حبيب عمري. بس هي واطيه. انت سمعتها واطيه او كونترير vu qu'elle est vu qu'elle est élevée. اول شيء بدي اياك تجرب لي التوناليتي مزبوط لاعرف يعني اذا انت منك يعني tu encore hésitant. بدك شوي ترتاح بالتوناليتي لنقدر نعرف اي وحده الاحسن لك. بهيدا قصدي شو هيك عم بقول لك. ارجع اسمع. tu vois ce que je veux dire. ارجع جرب لي هاي مره. برجع من بعدها بجرب لي موان دو. je m'y connais en rien. je sais ce que je te dis. je sais. mais on est là pour ça. بس قصدي جربها. d'accord. برافو.
لحد العالم خبر يفرحنا ولا حد قال منا كلمة تريحنا بتريحنا لحد دقيقة احكي لك علي ضرا وانسى دموعك منديلك علي ضرا حبيبي ما انا كنت نسيت بفكرك حبيبي لو كنت نسيت اخرك هنا لا اخرك هنا اخرك انا اخر ما كنت بتتمنى قلبي البريء حبي الجريء شيء مستحيل تقدر تنساه ليلك انا صوتك انا روح حنين ايه بس خليك بريزنت روك اب ايه ليلك انا سهرك انا والهمس والشوق والاحساس شهد الحياه انا منتهى علي بيان ايه بس بدك تعمل شويه انتربريتاسيون فيها شو كيف يعني هلا لا 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 هيدا قصدي ايه يعني في محلات بدها نعومه وفي محلات بدها نركز نيوانس على الباور شوي والحاجز وقفني واللي عالحاجز صار بده يسألني يسأل من وينك جاي هذا الاول خف رح نجربها بلا ميوزيك فنشوف شو فينا نعمل الحتة انت حسيتيها عالية عليك او منيحة يعني قليلي اه بس سنة بس يعني اذا تعلت نص مثلا شو رح تسواتي علي مش هقدر علت نص مش هقدر ما بدنا بتعرفوا وقتها بيكون في ديو بس لخبركم خبرية لازم واحد يضح بيكون في ديو بده يكون في حدا اول يعني الطبقة دي كويسة لي يعني حاليا شوية عالية عليها سنة بس وطي علي سنة جرب بليز نسيم رح نعملها بلا ميوزك اوكي طبقه بس علي قرا ما رسيلك علي قرا بس لما تيجي وانا احكي لك علي اعطيك شوي يعني انت ايه بس انه هيدي من الساعه اللي صار مع الوقت تفيه هيك عم تغنيها كثير منيحه وما فيها اغلاط اللي بدي اياه منك رايحه صوتك على الاخر بس اسمعيها ركزي على الليركس انت تحسي فيهم انه انا هون بعطي شيء ناعم هون بعطي شويه باور اكثر اسمعها وغنيها بنهار مره واحده بس بكره بتغنيها وقت بدنا نشتغلها سوا هلا غنيها مره واحده بس بلا باور بس انت هلأ. ايه وانت حسي وين بدك تعطي فيها النيوانسات اوكي عاصفه عادي يا رفيقه حلوه إذا هي عم تقول هيك أنت شو معقول تعمل شيء فوق على العالي أنت فكر أنت خيالك يعني أنت حاول استزوق شيء شو حالك هي إذا عملت مثلا أنا إذا عم تقول قولي يا ليلي يا جرحي يا حبي لا بدك تعمل شيء كتير مغير عنا أو ما تعمل شيء سير حافظة لو كنت نسيت أفكرك حبيبي ما أنا كنت نسيت بفكرك حبيبي لو كنت نسيت صوتك أنا حسك أنا حسك تفكرتي تمام هلا أنت حفظتيها كتير منيح الدو تاني واحدة يعني البلس أن كتير حلوة بس انت عم بتشد على البارت العالي فيها ايه بس بدأ تمرين بتمرن على اتنين وعلى بكرة لا بتتمرن على الزيرو زيرو ما بدأ تعبي صوتك انا بكرة بشتغل معك هديك بلاس تاني بلاس ون اوكي اوكي بس قالت خيبية ركزي لي على قصة النفس واللي اشتغلناهم هلأ بالصف
اوكي اوكي بتطبقيهم على الغنيين. اوكي يلا خذوا مع يعني وقت بتعملوا عربع بلوها مع بعض بحب تعملوها مع بعض صح. وكمان بدي انه وقت حدا بده يعمل شيء ثاني ما يضيع كيف عملنا هلا صح ايه مثل هي right. يلا تمرين 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 بكره بلا ورقه بلا شيء حافظين ادوار انا حافظه ونسيم كمان حافظه إيه بس معي. هي يعني مكتوبه هنا يعني الجمله مش عارف هيدا الماكيت يعني إيه. انا بدي يكون مثل هيك هلا رح احكي بدي ابعث لكم على الجرام المراسيلك هي اثنين بقولهم انا بس خليني اقول لك شيء أيوة رح هلا نبعث لكم الليركس مثل مظبوط المكات اوكي بتعيدوا عليا هي بس بهمني كثير تشتغلوا سوا علي علي ورا الاثنين بتوع هلا انت اول مره بتعملها اوكي سو اللي بدي اياه منك بدي اياك الاكزرسيس اول شيء يلي اعطيتكم اياه اليوم بالصف بدك تجرب تطبقه شوي على فتحه التم اوكي انا اعطيتك اياها المعطية نص على الدومينر وهديك على السيمينر مكي. انت بتعرف تطلعون لتشتغلون شوية من هلا لبكرة بس كرمين انت تتعود على الطبقة ما تغني كتير العاليين بس تذكر انه انا بفتح وبرخي وبكب بس قبل ما تغنيها بتعمل الاكزرسيس اللي عملت لكم اياه انا اليوم تبع اول فتحة التم والترخية والاكزرسيس اللي عملناه هيدا تبع مثل كأنه عم نتاوب بينعمل ثلاث مرات بالنهار 10 مرات سري 10 مرات 10 مرات 10 مرات اوكي هلا اعملوا 10 مرات بعدين بلش تمرن عليها وبكره بنرجع نشتغل اوكي هي بس قصه تصيب هول النوتين ثلاثه يلي بالرفران عاليين اتمرن على ال سبع شويه سبع بس بدي بعد باور وفتحه تمرين ولبسه حطيت الاغنيه لما حبيت ما نحيتك عليها لما حبيت ما نحيتك عليها يا بعيدة؟ لحظة بس تشوف كيف تخلق اوكي منعيد هاي هاي رجعت لحالي يا اوكي او هلا سكرت شوف الفرق You make me feel like هيك بيفتحها Yeah, you make me feel like بابا مش هيك like بالإكزرسيس تبعدين نرجع أوكي هو هلأ عم تحسون غريبين انت ما رح تغني هيك انت هلأ بس هيدا إكزرسيس اعتبره تتعود تفتح like you make me feel like رجعت عملت لي هيك feel like feel like أوكي تشدوا بايل like like أوكي شيلوا من هون like yeah you make me feel like I've been locked out of heaven I've been locked out of heaven أوكي شخصي العافية منيحة ستوني ستوني نفسي أغني أغنية كده عموت أغنية ستوني هيدي شو فارقة عن الأغنية الأصلية؟ عندك كل وقت بالأكاديمية ترند كل هالأغاني وعندك كوبايات إيفاليشن فكر شو بتغني وبكرة جايبة هي في أخذ هيدا أنا عندي ما عندي كامل حسني مش جاية الأغاني حسني حمد شو اسمه؟ ما الطبقة تبع الموسيقى الأصلية